صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتم عم تتابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الثلاثاء 16 ايار 2023. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو الصحافي والكاتب السياسي استاذ نقولة نصيف. صباح الخير استاذ نقولة. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. انا كمان بستوديو. ميرسي سمر. رئاسي قمة عربية أكيد حنتطرق لها بالمحور الثاني من هذه الحلقة، بس في عنا حركة ناشطة في الداخل اللبناني على أمل أنه ينتج عنا طحين، مش تكون فقط جعجعة بلا طحين. في حركة سفرة رجعت استعادت نشاطها بغض النظر، يعني إضافة إلى السفير السعودي رجعت عم تتحرك السفيرة الفرنسية، السفير الروسي عم يتحرك أيضا. في حركة ناشطة، في حركة ناشطة للمعارضة، لأنه يلي مطلوب منها هلأ أنه تسمي اسم تنزل فيه مقابل سليمان فرنجية إلى مجلس النواب، وكان في اجتماع مبارح للمعارضة. بدنا نشوف وين رايحة الأمور والكرة فعليا بملعب من هذه المرة. وفي كلام أيضا واضح وصريح لرئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط مبارح قد يغير مسار في مكان ما، وكل واحد أراه على طريقته. وفي نقولة نصيف وقراءته للأمور ومقارباته ومقالتك اليوم يلي من أجمل المقارنات اللي انعملت بالملف الرئاسي. تقول ماذا تبقى من انتخابات 1970 في 2023 كي يقتضى به بال 2023؟ شو بقي من السبعين لحتى نقول، لأنه فعلا كل الكلام الشائع أو المتداول حاليا سمر انه نحن عم نعمل انتخابات بتشبه انتخابات السبعين. يعني طبعا الحكي هي انه بشغلتين، انه حنروح على منافسه على الدوره الثانيه ما يشبه الجزم، مع انه انتخابات السبعين كان في دوره ثالثه ورايحين ايضا مع الرئيس هون كمان، بس كانت الاولى انذاك. وايضا رايحين الى متنافسين اثنين وليس اكثر، مع أنه بالدورة الأولى بالسبعين كان في ثلاث متنافسين آخرين، واثنين خمسة كانوا خمسة. وأيضا إلى احتمالية أو إلى التوقع أنه كمان إذا كان الاحتدام أو استعار الاحتدام إلى هذه الدرجة ممكن يكون الفوز بصوت واحد. طبعا في شوية تشابهات بهالقصة، بس الشيء المخفي والمهم اللي يجب أن يستعاد أو الواحد يتذكره، أنه نحن بس بدنا نروح على انتخابات تشبه انتخابات السبعين، بدنا نتوقع مفاجآت مثل ما انتخابات السبعين. صحيح. لأنه انتخابات السبعين هي مش انتخابات، ما هي فعلا انتخابات كلهم راحوا بهدف الذهاب إلى انتخاب الرئيس. وما ننسى أنه عندما حصلت ب 17 آب سنة السبعين كنا قبل ما ينتهي الشهر الاول من المهل الدستوري، يعني في قواعد يعني او تقاليد اصلا ما كان يجرؤ احد على تخطي المهل الدستوري. طبعا حتى لم يكن يجرؤ، كثير مهم، لم يكن يجرؤ على تخطي الشهر الاول. دائما كان يفترض الشهر الاول هو الانتخاب الرئيس، الشهر الثاني افساح في المجال للرئيس كي يطلع على ملفات الدوله برمتها، يشوف المسؤولين السابقين ويحضر خطاب القسم، حتى عندما ياتي اوان أداء خطاب القسم يكون ملم بملفات الدولة قدر الإمكان، وأنجز خطابه، يعني بنى خطابه على أو ماذا يريد أن يفعل في الولاية الجديدة بناء على المعطيات أو بناء على ما اطلع عليه بالملفات. طبعا هيدا كله ما عاد موجود عنا بالخالص. في أحد أسرار انتخابات السبعين، مظبوط الكل ذهبوا أنه بدنا ننتخب رئيس، وكانوا عارفين راح ينتخبوا رئيس، راحوا بأحجام إلى حد ما متكافئة. مع أنه الرئيس ساركيس بالدورة الأولى كان متقدم بتسعة أصوات على الرئيس فرنجية، المفاجأة هي في اللحظات الأخيرة، هي بالصندوق. الأصوات هي بالصندوق. هو طبعا هو لغز الانتخابات هو الصندوق، علما أنه أنا ذاك كان في مفاتيح انتخابية، نحن بعض الطائف ألغيت كليا. صحيح. بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لم تعد هناك مفاتيح انتخابية. لما كانوا يعطوا الأشخاص أو النواب مفاتيح كان يعرف مين صوت ومين ما صوت. عرفت كيف؟ يعني كل واحد بياخد اسم، واحد أفندي، واحد أستاذ، واحد بيك، واحد رئيس، واحد كذا، واحد زعيم. مفاتيح تقسميه على الكتل كلها سوا، هذا الكم بالآخر لما بيحصون بيعرفوا فيها المفتاح ما نزل. فإذا هيدا غشنا أو غدرنا عمليا، هيك بتصير. اللي صار سنة السبعين فعلا كانت توقعات، على الأقل توقعات الشابين والشعب التاني بناء على وعود يفترض أنها تكون أخلاقية
قطعت لهم توقعات انه انتخاب الرئيس سركيس على الاقل جابي لحوت. هيدا انا سمعت منه انه كان حنجيب 57 ان جابوا 49، معناتها في 8 اصوات طبعا في خيانه الى حد ما تعتبر. لذلك انا عم بقول النواب كمان كلهم بيقول، طبعا انا بستثني هون الاحزاب او الانضباط الحزبي، يعني الكتل اللي هي كتل حزبيه انذاك الكتيب او كمال جملاط او كميل شمعون، لا كانت كتل منضبطه تحترم بتنزل كلها سوا، ما بيصير فيها خرق. هي الخرق بيصير بالمستقلين او الفارطين، يعني اللي هيك يصوتون من تلقاء لحالهم. وهلا كمان بالنسبه للكتل المتماسكه ايضا تكون كتل منضبطه بالتصويت. انا اللي بقول انه مرات لما بنوصل بلحظه الحقيقه في جلسة الانتخاب، هون الصندوق بصير شيء آخر، بصير له علاقة بما بعد الرئيس، صندوق أسود، خلص صندوق غامض، سره وين بيكون؟ خصوصا أنه هلأ كمان في شغلة اعتمد الرئيس بري لم تكن موجودة سابقا. فيما مضى كان لما ينتخب يروح الصندوق لعند النايب هلأ على مقعده، هلأ بحطوا الصندوق حد منصة مقاعد الوزراء والنايب بينزل، يعني بهالمشوار اللي يعني ما عاد فيهم يسيطروا، ما عاد فيهم يسيطروا على الموضوع. هيدا اللي عم وممكن من راس القاعة على الصندوق يكون غير رأيه هذا النايب. طبعا هيدا اللي عم بقوله. طبعا دايما مرات بحطوا ورقة بجيبته الأصلية وورقة الثانية المزيفة، مثل ما بصير بالانتخابات النيابية ورا الستارة. لذلك أنا عم بقول أنه مزبوط في كتير أشياء تتشابه إلى حد ما، لأنه هي جزء من تقاليدنا أنه ماشي فظيع رايحين نعمل دورة تانية لانتخاب الرئيس. ما كل العمر نص أكثر من نص انتخابات الرئاسية اللبنانية كانت الدورة التانية دورة، وكانت في ظروف استثنائية. وأنا أوردتها، يعني رنام عوض من الدورة التانية، الياس الهراوي من الدورة التانية كان ظروف استثنائية، بشير من الدورة، بشير جميل من الدورة التانية، الرئيس سركيس من الدورة التانية. فكل الرؤساء فقط بعض الطائف، يعني الرئيس لحود لسبب بنعرفه، والرئيس ميشيل سليمان ايضا بسبب الحرب اللي صارت او الفتنه الطائفيه المذهبيه اللي صارت، حتى الرئيس شهاب من الدوره الثانيه. فبالتالي الشيء الطبيعي ان يفوز الرئيس من الدوره الثانيه. بس انا ذاك عندما يفوز رئيس من الدوره الثانيه سمر، الخاسر يسلم له بالفوز. وهيدي اكبر ما عبر عنها هي بانتخابات السبعين، انه استسلمت الشعبيه، اعتبرت حالها انه مشروع الذي كانت تتوخى أو تريد أن يستمر بولاية ثالثة، بس ثالثة حقيقية مثل الأولى، لأنه بالولاية المنتصفة يعني شهر الحلو صار في تلاعب بالرئيس شهر الحلو. المهم أنه بيعتقدوا أنه بدون يكملوها، لذلك بينعمل حساب، بيصيروا الأطراف يعملوا حسابهم أنه شو بدي أخذ أنا من الولاية المقبلة. فالانتخابات بيسلم الفريق الخاسر للفريق الرابح. والأكبر دليل على ذلك أنه الرئيس الفرنجي عندما فاز لم يحكم بالشهابيين رغم أنه سلموا بالخسارة، حكم بجماعته. إجا كامل أسعد رئيس مجلس، صائب سليم رئيس حكومة، جوزيف سكيفي ما بعد إجا وزير، جاب كل الطاقم اللي ربحوا بالانتخابات، والآخرين ما عملوا حرب، صحيح عرضوا رخدوا باللعبة. هيدي اللعبة الديمقراطية. رشيد كرام الشهابي وصبري حمادي الشهابي قعدوا 6 سنوات برا عجنب، برا الى انه بحرب السنتين اخر حكومه للرئيس الفرنجي اجبر على الرئيس رشيد كرم، بس صبري حمادي ضلوا برا كل الوقت، وكل الشهابيين ضلوا برا. انا اللي عم بقول انه بالاخر لما بنروح على دوره ثانيه، الدوره الاولى كلنا بنسلم انه توافق او ما في الا مرشح واحد، كلنا بنسلم ما حدا خسران، كلنا بنسلم. بس لما بنروح على دوره ثانيه في فائز وفي خاسر، في حدا بده يربح بده يعمل حسابه وما ينتقم من الخاسر، بس في خاسر ايضا بده يقرر بالنتيجة سواء انا بيتعاون مع العهد الجديد او لا يتعاون. اليوم نحن بهالواقع الحالي اليوم. لا مش موجودين هيك. أوكي. قبل هيدا الشيء كيف بده يكونوا موجودين اذا بالاساس هذا العصب بطل موجود ورجالات الدولة الكبار يلي عن جد بيحترموا بعضهم الدولة وبيحترموا القوانين والدستور وبيمشوا عزيح بهذا الأمر كمان بطلوا موجودين؟ يعني اليوم المرحلة تتشابه ولكن اختلفت العدة كلها على بعضها، حتى العدة البشرية، فعشو بدنا نراهن؟ تقريبا جاوبت على السؤال أنت. إيه مزبوط، اليوم يمكن أن نستعيد تلك التقاليد، وهي تقاليد أساسية بحياتنا بكل المراحل. يمكن أن نستعيد لو هناك رجال دولة يسلمون بالدستور. لو أولا ما في رجال دولة عنا لسوء الحظ، في عامل آخر مهم أنه كل الذين يحكمون اليوم
منذ ما بعد اتفاق الطائف، ولا واحد منهم عرف الدولة ما قبل اتفاق الطائف، وخصوصا بمرحلة الستينات وحتى أيام الخمسينات ما حدا منهم، لكن وقت كان صغير عرفها، ولا لما كبر عرف، ولا حدا منهم إما طلع أو جرب أو عايش أو قري مرحلة الدولة. فبالتالي هن معتبرين الدولة اللبنانية نشأت بعد اتفاق الطائف أو نشأت في الحرب بالميليشيات، وبعد اتفاق الطائف يجب أن تكون هذه الدولة، الدولة اللبنانية، على صورة الدولة، لا على صورة الميليشيات، يعني بمعنى أنه هيدي دولة الميليشيات بقشرة الدولة اللبنانية، وهذا الواقع اللي نحن وصلنا لي. لذلك أنا عم بقول أنه من هلأ بالماضي أنه اللي كان فريق يعتبر أنه أنا ممكن أخسر ما كان يقول ما بنزل على المجلس أو بقاطع الجلسة، أنا بقول بصوت ضده أو بحاول لاقي مرشح أنزل ضده، مثل ما قلت لك كان في كتير مرشحين ضد بعض المتنافسين. اليوم لا، بيقول اليوم إذا ما إجا إعاز من برا روحوا أجركم فوق رقبتكم على الجلسة، يعني رغما عنكم اذهبوا إلى الجلسة، بيقول لك أنا بقاطع الجلسة وبمنع يعني أعطل النصابة، أعطل النصابة، عم بحكي عن كل الأطراف، مش عم بحكي عن طرف محدد. فبالتالي بس اليوم في أطراف، ما في اعتراف، أعلنت ما في اعتراف، ما في اعتراف بآلية دستورية للانتخابات. كل واحد من هلأ عم بيعتبر إذا مرشح وربح كسر الآخر، لا مش مفهوم، هذا شيء ما ببشر بالخير بكل الأحوال. شكرا على هالقراءة الجميلة اللي عملت لنا إياها ويلي كاتبها اليوم بمقالتك بصحيفة الأخبار. خليني انتقل للمقال اللي قبله، مقال أولت امبارح، مقال 13 أيار، الانتخاب الوشيك للرئيس فرنجية بمواجهة أزعول. من خلال القراءة استاذ نقولة وكأنك حسمت أن المعارضة ستتفق على جهاد أزعور كمرشح لألها. خليني أقول شغلي أنه إلى حد ما، أول شيء المعارضة مين بدنا في عنا، الذين يعني الذاهبون إلى الانتخابات الرئاسية يعني ثلاث قوى، ثلاث قوى، في الفريق الأول الثنائي الشيعي وحلفائه كلهم، في الفريق الآخر هو التيار الوطني الحر اللي عم بيميز حاله، إذا بدي خلينا نقول أربعة لنكون دقيقين أكثر، في فريق وليد جنبلاط، فريق وليد جنبلاط، وثم في فريق المعارضة اللي هي المعارضة المسيحية، يعني القوات اللبنانية، الكتائب، حركة المستقلين، اللي كلهم يدرون، وحتى في نواب سنة يدرون في فلكهم، لأنه هن التغييريين والمستقلين، يعني كونهم يعارضون سليمان فرنجي. فبالتالي في عندك أربع قوى إلى حد ما، وموزعين النواب السنة عليهم، يعني في نواب سنة مع المعارضة المسيحية، في نواب سنة مع الثنائي الشيعي، وفي نواب سنة إلى حد ما بيشبهوا موقع وليد جنبلاط، أنه نحن لنشوف يمكن هني أكثر اعتدال عملياً، هني أصعب شوي من وليد جنبلاط. وليد جنبلاط محدد خيارات وعارف، هني بالآخر إذا نواب السنة يعني اللي عم نحكي عنهم خصوصا الاعتدال، اذا كان القرار السعودي ان يذهبوا الى سليمان فرنجي يذهبون الى سليمان فرنجي، واذا كان ان يذهبوا الى جهاد أزعور يذهبون الى جهاد. ما حددوا، مشان هيك قالوا نحن بجلسه الانتخاب بنقرر بنشوف من مين بيناسبنا. بس هن بيعرفوا حالهم، كلهم بيعرفوا انه شو بيعرفوا؟ قبل ما بيعرفوا قبل ما يروح كلهم من دون استثناء. هلا شو عارفين كتله يعني الاعتدال؟ الكل سمر، الكل عم بيقول نحن ما عندنا مرشح، يعني القوات اللبنانية عم بتقول نحن بالتكتيك، قال الدكتور سمير جعجع بالتكتيك انا ما بعلن عن مرشح، استراتيجيا لا بالتكتيك استراتيجيا بس هيدي بالتكتيك، الاسم هو تكتيك، انا ما بعلن عن اسمي، استراتيجيا تبعي اني اربح المعركه. الاعتدال الاسلام، الاعتدال السني او الاعتدال الوطني، قالوا كمان نحن ناخذ قرارنا بالجلسه، وكلهم بيعرفوا انه الاسم ياتي قبل الجلسه، تكون تكريس لما تقرر قبلا او اتفق عليه، الا اذا كان الاحتدام هالقد ممكن يوصل على صوت او اثنين او ثلاثه او اربعه. اليوم عمليا اذا بتقشع الخرطه، خرطه القوى الاربعه، بتحس انه فعلا في الفريق الثنائي الشيعي حاسم مع سليمان فرنجيه، والفريق الاخر، الفريق الاخر يعني المعارضه المسيحيه عنده ثلاث أربع أسماء، لكن يبدو الأوفر حظوظا بين الكل المتقدم فيهم كلهم هو جهاد أزعور. فبالتالي ممكن نوصل له ننرمت الكرة بمعنى جبران باسيل. هذا اللي بدي أقول لك. جبران باسيل اليوم في مشكلة، يعني في مشكلة حقيقية. حتى بارح دولة الرئيس غسان حصباني قال كلام واضح أنه في هيدي إذا بدك قلة الثقة
بموضوع خليني أقراها لحتى يكون دقيقة بالقول، يعني لأنه بدنا ننقله عن غسان حصباني. أمل أن لا يستخدم باسيل تواصله مع المعارضة كورقة تفاوض مع حزب الله، وفي قلق وعدم ثقة من قبل المعارضة بجدية جبران باسيل. طيب اليوم جبران باسيل هو من طرح اسم جهاد أزعوم، كانت القوات معترضة، لما وافقت القوات على هالموضوع ليش ما عم يمشي جبران باسيل مع طرحه، مع طرحه هو من بعد ما وافقت القوات عليه، وعلى ما يبدو كمان الآخرين المستقلين والكتائب والتغييريين ما عندهم مشكلة على ما يبدو مع جهاد أزعور، بس ليش لحد هلأ لم يعلن هذا التوافق على اسم جهاد أزعور وينزلوا فيه على مجلس النواب؟ أولا ربما عنده حالة معينة جبران باسيل بتخليه يختلف عن الآخرين. أولا هو محاط من كل الجهات بالخصوم، تقريبا ما حدا بيحكي معه. هلا هذا الحكي هو حكي رئاسي مؤقت، بس ما حدا بيحكي معه، كان بيحكي معه فقط او كان عنده الحلف مع حزب الله. اليوم الى حد ما اذا مش الجره مكسوره كليا مفرفطه على القليل مشعوره، يعني الى حد ما يعني عم اكذب اصبع بتفرط الجره، فبالتالي عنده مشكله في هذا الامر. والكل يتحسبون من الان ليس على انتخاب الرئيس بل الى مرحله ما بعد انتخاب الرئيس. يعني إذا كان بده يمشي جبران باسيل مع سليمان فرنجي أو بده يمشي مع جهاد أزعور، بده يكون يتحسب إلى مرحلة أين هو موقعه في المرحلة المقبلة. الأمر ذاته يمكن أن ينطبق على الجميع، يمكن بيرتاح حزب الله لهذا الأمر أو الثنائي الشيعي أقل اهتماما بهذا الأمر، لأنه بيعتبر أنه موقعهم وتقلم بالمعادلة بالضيفة عامل السلاح بخليهم أنه أن لا يستغنى عنهم في كل الأحوال، بينما يمكن أن تستغني عن القوات اللبنانية مثلا بمراحل معينة، بدك مكون مسيحي بيقدر بمراحل معينة ما كانت بالحكومة بالحكومة، وحتى حزب الكتائب بمراحل أخرى كمان ما كان بالحكومة. فبالتالي في أطراف يمكن يستغنى عنهم، بس في أطراف لا يستغنى عنهم بسبب فائض القوة اللي بيملكوه، مش لأنهم يعني هن ماركة يعني مميزة. مشان هيك جبران باسيل لحد هلأ عم بجرب يضل محافظ على شعرة معاوية مع هي عنده حزب الله. أي لا لك، هي مشكلته يعني أولا المحسوم عن جبران باسيل أنه لا يريد سليمان فرنجي، فكل المخارج الأخرى يجب أو يريد أن تكون تحت هذا العنوان أن لا يأتي سليمان فرنجي، سواء بالتفاوض مع حزب الله بطريقة ما إذا كان فينا نغير سليمان فرنجي أو بالكلام أو بالمناورة المتبادلة بينه وبين الفريق المسيحي. بيعرف كتير منيح وأخذ أكثر من مرة جواب بالسر وبالعلان أنه قال له الرئيس بري سليمان ثم سليمان ثم سليمان، والسيد حسن نصر الله رجع أكد على هذه المعادلة، والجميع يقول أنه نحن بلان آ وما عنا غيره بلان، يعني ما في عشو بعده عم بيراهن جبران باسيل؟ أولا عم بيراهن على موقعه باعتباره الكتلة الكبرى أو الكتلة المسيحية الكبرى التي يمكن إذا ذهبت إلى هذا المكان أن ترجح الكفة، وإذا ذهبت إلى ذلك المكان أن ترجح الكفة، وهني 21 نايب. علما بتقديري أنا على الأقل شخصيا أنا بعتقد أنه النواب الأرمن سيخرجون من الكتلة إذا كانت الكتلة ستكون ضد سليمان فرنجي، يعني النواب الأرمن الثلاثة. لا مش قصة سليمان فرنجية، قصة أنه الأرمن عندهم حيثيتهم، يعني منهم مضطرين يلتزموا رح يصوتوا النواب الأرمن الثلاثة لسليمان فرنجي، عم نحكي حسب المعطيات القائمة. ومحمد يحيى أيضا وأليس أبو صعب، فبالتالي في 5 نواب من كتلة جبران باسيل لن تكون لجبران باسيل إذا كان القرار هو أن يكون ضد سليمان فرنجي. عرفت كيف؟ فبالتالي برجع بقول بس 5 برأيك؟ لا، هدول 5 اللي محسومين. هلا الحزب تارك عنده 4-5 كمان صحيح. بالاحتياط يلي ساعدوا ليجيبوا مش عم ما عم يستعمل الاحتياط اللازم حتى الآن، مش مضطر يستعمل الاحتياط اللازم. وأنا بعتقد إنه مشكلة جبران باسيل هو يجب أن بالحوار الدائر بينه وبين حزب الله، ويقال أنه امبارح صار الاجتماع مع وفيق صفا، المشكلة القائمة يقال امبارح صار، أنا هيك عرفت، بس نحن معلوماتنا أنه ما في شيء بيشبه هيدا، ما بعرف أنا لقاء. قد يكون أنا سمعت اليوم حدا قال لي هالشيء، بس ما قد لا يكون دقيقا، برجع بقول لي وقد يكون دقيق بس اللي بدي أقوله أنه مشكلة جبران هي يريد أن يختار بين الشعبية والسلطة، يعني إذا بده
ينحاز إلى الشعبية إلى قاعدته بده يصوت ضد سليمان فرنجي. بس إذا كان يريد أن يعثر على موطئ قدم في السلطة المقبلة يجب أن يكون إما أن لا يصوت إلى سليمان فرنجي ويؤمن النصاب أو أن ينضم إلى المصوتين. يعني هذا اللعب بالوقت الضائع عم يستفيد منه جبران أو عم بيمارسه جبران باسيل لحتى ليبرر عملية استدارة هو مرغم عليها بالآخر؟ كلهم عم بيلعبوا هيدي لعبة مشروعة. هلأ يمكن إهدار الوقت كوننا أخرجنا من المهلة الدستورية صارت مفتوحة لعبة إهدار الوقت قد ما بدك. هي مفروض هذه اللعبة تكون في الشهر الأول من المهلة الدستورية، بس لأنه تعودنا أنه استحقاق الرئاسي مش بالضرورة يكون بموعده، لازم يكون منسجم مع توافق ما على مرشح، يعني الكل بدهم يقبلوا بهذا المرشح، وبالتالي ما حدا بده يعترف أنه انتخابات الرئاسي هي اقتراع سري. المادة 49 كتير واضحة، ينتخب الرئيس بالاقتراع السري مش بالتوافق المسبق وبالتفاهم وبالإعلام. لا مش هيدا لبنان أبدا، هيدي مرحلة ما بعد الطائف مش لبنان. طيب لبنان ما قبل اتفاق الطائف ما كان هيك. لبنان ما حتى بس فينا نضل عندما نقول لبنان ما قبل اتفاق الطائف بدنا نضل نقول بس في أمر واقع صار إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. سمر بدنا نضل نقول في لبنان ما قبل اتفاق الطائف، لنذكر لنقول كل الموبقات التي تمارس الآن لم تكن كذلك. كان في شوية زعبلات وخزعبلات وفوضى ولعب ولعب كشتبين بمرحلة ما قبل وما كان موجود المسار. وكان في مساد بس ما كان في تلاعب بفكرة الدولة وتلاعب بالدستور. هذا اللي عم بقول، لذلك أنا بقول إنه مش تاريخ لبنان هو منذ اتفاق الطائف وما بعد للأجيال الجديدة، لا في تاريخ آخر مختلف تماما مناقض. لذلك بدنا نضلنا نذكر إنه لا بلبنان الماضي بس لبنان ما قبل إنه بده رجال وبده رجال دولة وما موجودين بيجو بقى هلا بيجو بكل 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 تاريخ الإنسانية في مراحل انحطاط وفي مراحل نهضة في مراحل الشعوب بتعلى وبتتسقف وبتلاقي بتوجد حالها ببيئة جديدة وبيطلع منها المبدعين والكبار وبتمر بمرحلة الانحطاط اللي نحن مرئين فيها هلا. مشاغل طبيعية بلبنان مرقت يعني بمراحل الإنسانية كلها بتمرق، ما لازم نستهول. هذا مسار التاريخ. التاريخ بيروح دغري. هلا في جدلية هون انه هل التاريخ بيبرم حول نفسه ولا بيمشي دغري؟ هو ترين عم بعيد نفسه هو ترين يعني بيروح دغري وضله ماشي دغري ام بلف على حاله؟ لا كل الشواهد تقريبا بتفرجيك انه لا التاريخ يعيد نفسه مش محسوب بعض الحين بادوات مختلفه باشخاص مختلفه وبادوات بالفكر الفلسفي. هذه الثنائيه او هذه الجدليه غير محسومه. نعم. هل انا التاريخ يلا خلينا نرجع على فلسفه الرئاسه عندنا. بس انا لذلك انا بقول كلهم بيملكوا حق المناوره يلعبوا باللعبه الى اقصاها، وبالتالي لذلك اللي عارفين انه بدهم يسموا جهاد أسعور ما بيقولوا بدنا نسمي جهاد أسعور. عرفت كيف؟ بينطروا للحظات الأخيرة. بس أنا بعتقد أنه شو عم تقولي هلأ؟ أنا اللي عم بقول كله عم يحكي بجهاد أزعور. إيه؟ أنا اللي عم بقول لحرقه؟ إيه؟ للحرق؟ ولا لا مش للحرق، هو معركة أوكي. حقيقية أوكي. هو بالآخر رح نوصل على التصويت. برجع بقول هني مش رايحين بإرادتهم على الجلسة. إذا منتذكر القوى المعارضة كانت تتحدث عن تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، كانت تقول انه اذا بده يجي سليمان بدنا نروح على جلسه فيها سليمان فرنجي، لن نذهب الى هذه الجلسه وسنعطي للنصاب. اليوم عم بيقولوا سنذهب الى هذه الجلسه، حتى عم بيطالبوا الرئيس بري سمير جعجع عم بيطالب الرئيس بري هالجمعه دعي للجلسه رد على الرئيس بري. فبالتالي طبعا بس عم بيطالب. طيب بس لا. اليوم معلي اسمح لي هلا بما انك مرقتها، على اي قاعده عم بيطالب سمير جعجع الرئيس بري يدعي لجلسه وهن بعد ما عندهم اسم؟ هني بيقولوا عندهم اسم، مش مزبوط ما حدا عنده اسم، عندهم اسم بس مع البوانتاج منه نهائي، هني بس ناطرين جبران باسيل اذا بيجي لعندهم ولا لا، اذا بيجي لعندهم تحسم لمصلحتهم، اذا بيروح على الطرف الاخر تحسم. لذلك هو معتبر حاله انه قادر يكون يعني قادر محل وليد جملاط، اذا بدك قادر يكون وليد جملاط قال ما عنده مشكله ياخذ محل. اي مشان هيك انا عم بقول انه يعني ما يمكن أن يرغمهم على الذهاب إلى جلسة الانتخاب هو من الخارج مش من الداخل. هني بيضلوا يفضلوا يلعبوا لعبة المناورة شد الحبال إلى ما شاء الله. على شو اتكل الرئيس بري لقال أنه 15 حزيران هو تاريخ لازم يعني بحدوده لعند حدوده يكون عنا رئيس جمهورية وبملء الثقة عم بيقولها؟ كانت العبارة كتير واضحة وسألنيها وقتك انه ليش تاريخ 15 حزيران؟ بسال لانك كنت موجود. صحيح قال انا ذاك انه
انتخاب الرئيس يجب أن يحصل قبل 15 حزيران كي يكون هناك متسع من الوقت من أجل أن يقسم اليمين وأن يجري استشارات نيابية ملزمة وأن تمثل وأن تتألف الحكومة وكمان بتاخد شوية وقت صغير وتنزل على مجلس نواب تنال الثقة وأيضا أن تجتمع وتعين حاكما جديدا لمصرف لبنان يعني هيدا كله بين 15 حزيران وآخر تموز يفترض قبل بكثير من ذلك يعني قبل بأسبوع بأسبوعين يكون كل هذه الأرضية أنجزت لحتى لما بنوصل على استحقاق حاكم مصرف لبنان يكون في عنا حاكم مصرف بس الرئيس بري كان واضح بيردوا على سمير شعشع هو ما بده يحطه بإطار الرد يعني بيعتبر أنه سمير شعشع بيستفزه ليرد عليه أنه ما حدا بيجبرني على هذا صحيح الموضوع صحيح. وقايل أيضا أنه ما رح ادعي لجلسة إذا مش بتوافر شروطها وإذا بعد المعارضة ما حددت ما أعلنت عن مرشحها يعني ما بده يدعي لجلسة مبهمة وقبل مرة قايل أنه ما بقى ادعي لجلسة عد يعني بدي هالمرة الجلسة تكون جلسة انتخاب سمر كل طرف له حق أن يطالب رئيس المجلس بعقد جلسة خصوصا أنه منذ 19 كانون الثاني لم تعقد أي جلسة يعني وقفنا على الجلسة 11 من ذاك لم تعقد أي جلسة أي طرف سمير شعشع عنه نايب بس رئيس كتلة نيابية أي طرف يملك الحق أن يقول لرئيس المجلس دعي لجلسة لنروح لكن هذه الصلاحية صلاحية رئيس المجلس حصرا يعني هو ليس ملزم بما يقال له هو ملزم بما يعتقد أنه يمكن أن يكون مجدي هلأ البعض يختلف على هذا التعبير عند الرئيس بري أنه مش بالضرورة رئيس المجلس ما بيدعي لجلسة إلا اللي يكون مؤكد أنه بدها تكون جلسة انتخاب هذا ما يقوله الرئيس بري بيقدر الواحد يعتقد أيضا وهي مطاطة الفكرة أنه بيقدر يدعي لجلسة ويترك الجلسة تأخذ مسارها بنفسها يعني هي تساعد حالة لتنتخب الرئيس يعني يمكن أنه أن لا يتفق سلفا يعني على انتخاب الرئيس مثلا أنه يمكن أن يدعو إلى جلسة ونوصل على الجلسة وما يتفق على الرئيس رئيس بري بيقول أنه أنا بصير عم كرر سيناريو ال 11 جلسة صحيح. سابقة لو لم تكن هناك 11 جلسة سابقة من هذا الطراز يمكن ما قال هالكلام قال هالكلام لأنه إذا بدي أرجع أروح على ال 12 و 13 و 14 ونحن حنرجع زيت الأصوات بين ال 40 وال 50 والأوراق البيض أو غير أوراق بيض أو بمسميات ونعوت مختلفة حنضلنا بمحلنا فما إلى عازة وبتبهدلنا وبتشرشحنا أكثر من أيضا لذلك عم بيقول الرئيس بري أنه أنا أدعو إلى جلسة الانتخاب هلأ كمان من حق الآخرين أن يطالبوا بالدعوة لكن الدعوة هي اختصاصه هون الاجتهاد عند الرئيس بري أنه أنا لأني جربت معكم 11 جلسة كنتوا عم تتسلوا ما كان في نية لانتخاب الرئيس على مرشح فضلوا قولوا في عنا مرشح وبالطبيعة الحال يعني قلة ما منروح على انتخابات رئاسية وبالماضي هيك كمان أنه فجأة يفرخ المرشح بالقاعة ولا مرة بيفرخ مرشح بالقاعة يعني ما بيقدر الطرف الآخر أو المعارضة المسيحية تقول ما منقول مين مرشحنا بس نوصل على الجلسة منقول مين مرشحنا شو هالمزح هذا لا شغلي مش طبيعية لأنه ما حدا بيروح على جلسة انتخاب رئيس يعني مش عارف حاله مين يعني أولا في, 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 في أداء طبيعي ومنطقي وقانوني ودستوري للعبة الديمقراطية أنه أنت بدك تروح على جلسة انتخاب رئيس تكون معروف بدك تعرف مين رايح بمين رايح وتحضر الانتخابات مش أنه أنا آخر تك بزدت لكم الاسم فاجئكم فيه بعملكم قصة أو شيء كأنه يقلب الموازين ما أنتوا عارفين رايحين لجلسة وكل واحد عامل البونتاج تبعه برأيك في شيء اسم بعده مستتر بأي معنى عند المعارضة أم كمحل توافقي أكيد بشكل عام. لا أكيد لن يكون هناك رئيس توافقي مستتر. الشيء الأكيد لأنه في حكي الشيء الأكيد إذا كنا ذاهبين إلى انتخاب الرئيس هناك انتخاب الرئيس من الدورة الثانية وانتخاب التنافس لن يكون أصبح من الصعب بما كان الكلام على مرشح ثالث يعني سحب سليمان فرنجي من اللي ما بدهم يسحبوه وهو لن يتراجع وأيضا الطرف الآخر المصر على رفض سليمان فرنجي لا يستطيع إلا أن ينزل إلى الانتخابات بمرشح آخر بمرشح ينافسه هون اللعبة على الأرض كيف بتصير بالجلسة برجع بقلك بفترة من الفترات الفريق المسيحي أمسك بلعبة النصاب
وبفترة من الفترات الفريق الشيعي، يعني اثنيناتهم الثنائي الشيعي يملك أيضا نصاب التعطيل. صحيح. يعني إذا تأكد، أنا بعتقد بتكهن بس مش عم بقول أنه هذا الأمر قد يحصل أو قد لا يحصل، إذا شعر الثنائي الشيعي أنه فايت على جلسة سيخسر فيها سليمان فرنجي ممكن بيطيرها، مش ممكن. وإذا شعر الفريق الآخر أنه فايت على جلسة سيربح فيها سليمان فرنجي بيطيرها. اللهم اللهم إلا إذا إجا إشعار من الخارج يقول له لهذا الفريق روح على الجلسة أيا تكن النتائج. هذا هون المفتاح. يبدو أنه نحن رح نوصل على هذا السيناريو. ربما هيدا الأقرب، يعني ربما إيه. لذلك هيدا بنفهم سبب الكل صار بده يروح على الجلسة. امبارح اجتمعت المعارضة، كان في لقاء حول الاتفاق على اسم، ويعني اليوم مثل ما عم نقرأ بالجرائد ومثل المعلومات يلي عم نسمعها انه اجتماع بقى بالفشل. شو معلوماتك؟ يعني ما لم يحصل. هو المشكلة مش بين المعارضة المجتمعية، المشكلة هي مع جبران باسيل، أين يريد أن يتموضع أو أن يكون؟ ما هن بحركة اتصال دائما، هن لحالهم ما بيقدروا. لا عم بقول حتى لو ما كان في حضور شخصي لجبران باسيل أو أي حدا من قبله، هن بحالة اتصال وتواصل دائم. يعني مفروض حجمهم، هن بيعرفوا حجمهم هو نفسه. يعني إذا 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 كان جبران باسيل ألزم نفسه أن يكون في الوسط أو أن يكون، يعني أن لا يختار، حتى الآن عم بحكي حتى الآن بين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، يعني لم يعطي كلمته بعد. الفريق الآخر المعارضة المسيحية لا تستطيع، وهون بدي نرجع لكلام وليد جنبلاط امبارح، إيه انه انا بدي رئيس تسوية، يعني وقال انه ايضا ميشيل معوض يعتبر الفريق الآخر تحدي مثل سليمان فرنجية تحدي، فبالتالي ظهر وليد من البوانتاج اللي كان يتكل عليه الفريق المعارضة بالجلسات ال11. متذكر بالجلسات ال11 كان وليد جملاط يعطيهم 8 أصوات. صحيح. 8 أصوات. إذا ظهر حال وليد جملاط من هذا المعسكر، فبالتالي كمان تموضع بوسط من بوسط ما، فبالتالي الفريق الآخر المعارضة بيعرفوا إذا اتفقوا على جهاد أزعور بدون جبران باسيل ما بيقدروا ينجحوا فيه. إذا راح جبران باسيل معهم بتكون عنده فرصة النجاح كتير عالية. جهاد أزعور قبلين اليوم في معلومات بتقول إنه بعد ما انحكى رسميا مع جهاد أزعور، وفي معلومات قالها نائب قاسم هاشم قال مع زميلنا جورج صليب نهار الأحد إنه جهاد أزعور قايل إنه ما بيقبل يكون مرشح تحدي. وجهاد أزعور أيضا في معلومات بتقول أنه التقى حزب الله أكثر من مرة. صحيح. وعرف أنه ما في رضا عليه بهذا الإطار. صحيح. ولا يقبل طبعا بأن يكون مرشح تحدي. يعني كمان هون جايين على مشكلة. ما بدنا نضلنا غرقانين بفكرة، بمعزل عن موقف جهاد أزعور، نضلنا ضايعين ومعلقين كل شيء لأنه هيدا مرشح تحدي أو غير مرشح تحدي. بتفوقي سنة 88 طارت انتخابات الرئاسة لأنه كان في 3 مرشحين تحدي، كان يقول الأمريكان ما بدي إياهن وسوريا تقول ما بدي إياهن، بتذكري سليمان الفرنجي، مش باستثناء سليمان الفرنجي، كان في سليمان الفرنجي وميشيل عون وريمو قدي، كان القوات اللبنانية يقولوا هول مرشحين تحدي ما بدنا إياهن، سوريا كانت ما بدها لا ريمو قدي ولا ميشيل عون. وهكذا دواليك، كل ما نيجي نقول هيدا مرشح تحدي عم نعطل الانتخابات. سواء كان مرشح تحدي او لا، ليش بانتخابات ال70 ما كانوا اثنيناتهم تحدي. صحيح. ساركيز كان تحدي وفرنجي كان تحدي. بـ 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 باي انتخابات يكون فيها متنافسين طبيعي يكون في تحدي، يعني بهذا الامر. فكره اذا بدنا نقول تحدي معناتها عم نعطل اجراء الانتخابات، نحن بدنا نقول رايحين على انتخابات فيها تنافس ويربح من يحصل على العدد الاكبر من الاصوات ان كان بالدوره الاولى او بالدوره الثانيه. لذلك فكره التحدي هي ذريعه. وليد جنبلاط ينظر الى مساله التحدي على نحو مختلف تمام. وكلام وليد جنبلاط او هلا بنرجع بعدين، بس نظره وليد جنبلاط لفكره التحدي هي تختلف عن نظرة القوات اللبنانية أو المعارضة أو نظرة الثنائي الشيعي. شو هي نظرة وليد جنبلاط؟ لا، نظرة وليد جنبلاط لا يريد، أول شيء وليد جنبلاط لا يريد أن يكون أن يختلف مع الشيعة لأنه على تخومه وجرب الخلاف معهم ودائما يحاول أن لا يقع في هذه المشكلة، يتفادى هذا المشكل. وهو لا يريد أن يكون على طرف نقيض مع المسيحيين أيضا لأن المسيحيين هني رعيته إذا بدك بالجبل أو بمعيته بالجبل، فبالتالي هني نخبينه ومش دايما وليد جنبلاط هني حلفائه
يعني خصومه أكثر منه حلفائه، على الأقل هيك التاريخ بخبر يعني من 1840 أنه هن رعيته، هن رعية الجبل، هن الرعية الخصم والحكم. لا لا ما ولا مرة كانوا حكم، بالعكس لا هن لا هن الخصم الذي يحتاج إليه. إذا بدك المعادلة الدقيقة شوي بالمعنى السوسيولوجي، هي هم الخصم الذي لا يستغني عنه وهو بحاجة إليه. لذلك وليد جنبلاط حزب الله كمان خصم، لكن يريد أن يتفادى لأنه قد يكون خصم مأزي، ودجا صار في مشاكل كتير بين بعضهم. وليد جنبلاط عندما يقول أنه بطرح فكرة لا يريد مرشح تحدي بهذا المعنى اللي عم بيحكي فيها، أنه أنا ما بدي أعطي أصواتي للمسيحيين وحط بظهر الشيعة، ولا بدي أعطي أصواتي للشيعة وحط ظهري بالمسيحيين، ولأنه يمثل الأقلية أقلية طائفية وطائفته هالقد علقانة موجودة ببيئة صارت محاصرة فيها سواء ديموغرافيا أو سياسيا أو عسكريا أو شيء، هو يريد دائما مصلحة الطائفة قبل أي اعتبار آخر. لذلك ما فيك تقولي الكلام اللي مفهومه الديفينيسيون تبعيته للتحدي تختلف عما يقوله الآخرين، تختلف عن حزب الله. حزب الله عندما يقول لا يريد مرشح تحدي، يعني كميشيل معوض مثلا، كميشيل معوض معناته عم بيقول ما بدي مرشح أمريكاني، أمريكاني غربي، صح، أمريكاني يأتمر بالغرب وبصندوق النقد الدولي. بالمقابل لما المعارضة المسيحية بتقول أنا ما بدي مرشح تحدي، عم بتقول ما بدي يجيب مرشح إيراني يعطي حزب الله، يسلم حزب الله الدولة اللبنانية. فبالتالي كل واحد عنده نظرة مختلفة، والمفهومين خاطئين واثنيناتهم خاطئين. ومش بس هيك، صحيح، وهن بيعرفوا عندما يفوز أحد من المرشحين ما رح يقدر يلغي المشروع الثاني. سنة السبعين قدر سليمان فرنجي لما استلم الحكم ألغى، أسقط الشهابية وراحت عبيتها كلهم سوا بالإدارة وبالجيش وبالسياسي. بعض الطائف لا، إذا ربح جهاد أزعور ما بيقدر يسقط مشروع حزب الله بلبنان أو قوة حزب الله، وإذا ربح حزب الله ما بيقدر يسقط المشروع المسيحي أو المعارض يحو. السوري ما يقدر سقطه، تتذكر بين التسعين منذ انتخابات 92 حتى ذهاب الجيش السوري ما قدر سقط المشروع المسيحي الآخر، المشروع المناهض له. حاول أنه يلتف حوله يجيب جماعته ويركب يعمل تركيبات بدك إيه. ما في، نحن بعد اتفاق الطائف هذه الأحجام، خصوصا عندما ارتبطت القوى بالطوائف، يعني صار كل فريق أو كل حزب هو طائفته. يعني إذا ضربتي هذا الفريق ضربتي طائفته، وإذا أعطيتي يعني أعطيتي طائفته. إذا مد إيده أكثر من اللازم بيقول الطائفة بلعت البلد، وإذا ما أخذ بيقولوا افتقت على الطائفة. فأصبح هناك هالشي ما كان فعلا قبل الحرب، أصبح هناك نوع من التطابق بين الحزب أو التكتل السياسي والطائفة. صرت بتخافي تأذيه أو يعني توجعيه كأنك عم تعملي مشكلة طائفية، عم تأذي طائفة. لذلك أنا عم بقول من يفوز، إن سواء فاز سليمان فرنجي أو فاز جهاد أزعور، إذا كنا ذاهبين إلى هكذا انتخابات، فبالتقليل لن يستطيع أن يعطل المشروع الآخر. وهذا اللي حاولت وضحه أنا بالمقارنة بين انتخابات السبعين وانتخابات هلا. لذلك أنا عم بقول أنه إذا بدهم يروحوا بمرشح فائز بدهم يحلوا، بدهم يحسموا مجموعة معضلات من بين جبران باسيل ومن بين وليد جنبلاط. كمان وليد جنبلاط له مصلحة أني بدي أحكي بالتفصيل بوليد جنبلاط. بدك تسمح لي فوت أنا وياك والمشاهدين على بريك إعلاني قصير، نعود بعده ونعمل نسمع قراءتك بكلام وليد جنبلاط بالأمس، لأنه كان في كتير رسائل طائرة، وكان في كتير رسائل مشفرة، وكان في ترسيم مسار للمرحلة المقبلة، إن كان لإله وإن كان لتيمور وإن كان لطريقة تعاطي مع الملف الرئاسي تحديدا. فصل ونعود. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ نقولة نصيف. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ نقولة. خلينا نتابع بوليد جنبلاط. وليد جنبلاط بمقابلته امبارح مع الزميل ألبير كوستانيان بيقول أنه واضح أنه غير حاسم، واضح أنه هجم الفريقين، غير راضي على خيارات الفريقين، ويدعو إلى التسوية على اسم ثالث، على حدا من خارج المنظومة. رجع سمع عن جديد شبل الملاط. يعني الناس لما بتسمع وليد جنبلاط عم يسمي شبل الملاط بيقولوا غير جدي،
ما عم بقارب الأمور بعدم جدية. طالبوا بالتسمية قالوا خلاص أنا سميت وما بقى قاعد، ولا بده بقى يكون بيضة أبان وسلم الشعلة لجبران باسيل، وقصف مبنى البلاتينوم ورئيس نجيب ميقاتي إلى أقصى حدود، وكان في قصف مركز حزب الله كمان بهيدا الإطار، وكان في رسائل طائرة. وأول مرة بيحكي وليد جبلان بالورقة البيضة، بيقول أنا إذا بنزل على المجلس، ما قال إنه بيقاطع، بينزل على الجلسة، وإذا ما عاجبه واحد من الخيارين بحط ورقة بيضة. وكب الكرة كلها في ملعب اللقاء الديمقراطي وتيمور جبلان تحديدا، والقرار له. هيك فهمنا امبارح. تفضل. أولا أحلى مكان بمقابلة وليد جنبلاط امبارح هي ابتسامته هي ابتسامته بعد كل جواب. هذا تهكم. إيه فعلا بتحتار تفسريها للابتسامة. هل هي تحكم؟ تهكم؟ هل هي تهكم؟ هل هي تعبير عن لا مبالاة؟ هل هي تعبير عن طريقته هيك بس بالاستسهال وبالتالي او لا الواضح او لعبوا طايحين وقت الجد. لكن خليني اقول شوي شغله صغيره يمكن اكون ظالم للاخرين فيها انا، بس هذا رايي الشخصي مش اكثر من هيك. انا بعتقد في اثنين في جمهوريه ما بعد الدوحة، ما بعد اتفاق الطائف، العدوين اللدودين، هن الصديقين اللدودين، في اثنين عم بيلعبوا بالطبقة السياسية كلها، الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط، صد هو وصديقه اللدود. ايه يعني انا اللي عم برجع بقول انه تقدير شخصي قد اكون مخطئا، بس انا بعتقد انه المحترفين الوحيدين باللعب السياسية بالجوة وبرا، الاكثر معرفة، العارفين الأكثر إذا بدك لتكون واضحة، لأن فكرة المعرفة مرات تأخذ على السقافة، العارفين الأكثر والمحترفين والمتمرسين واللي قادرين يفوتوا وين ما كانوا بسهولة فائقة، هن وقادرين يتلاعبوا بالطبقة السياسية، بياخدون وبيجبون وبيطلعون وبينزلون، هن الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط. فلذلك لما بس بتسمع الرئيس بري بيكون عم بيعلق، هو عم بيتمشى، بيشبه وليد جنبلاط، وليد جنبلاط لما بيحكي بيشبه نبيه بري بطريقه انه هيك بيصير يزت الجمل، وهن عارفين انه عم بيلعبوا مع يعني مش حنقول مع ناس يعني مع اقل منهم حنكي وخبره وشأن بنضل نحافظ على لياقه التخاطب، عرفتي كيف؟ بعتقد انا هيدي نقطة أساسية. لذلك أنا لما كنت عم بتطلع بوليد جنبلاط عم بحضر التلفزيون كنت عم بنطر الابتسامة ورا كل سؤال شو بده يقول فيها أكثر من الجواب اللي قاله، لأنه الابتسامة كانت جواب أقوى من الجواب الآخر، ويهز براسه بتعرفي على طريقة وليد. وليد جنبلاط حكيت قبل شوي أنه أولا ظهر حاله من كل هذه التركيبة، والوحيد والمحل الوحيد اللي بيعتبر حاله فيه موجود بتحالف آمن هو مع الرئيس نبيه بري. نعم. مع أنه بالماضي 87 و88 و85 قتلوا بعضهم، يعني كانوا يقولوا معمودية الدم بين بعضهم، أكثر ناس يمكن في معمودية الدم بين بعضهم. المهم أنه وليد جنبلاط اليوم حاسم خياراته عكس الرئيس بري، يعني الرئيس بري بيقول أنا رايح على سليمان فرنجي وقاطع، وكان أول من قال أنه سليمان فرنجي مرشحنا. وليد جنبلاط عم بيقول أنه أنا ما بدي أعطي سليمان فرنجي لأنه الطرف الآخر ينظر له. هو اللغط صار لما اعتبر وليد جنبلاط بالجيبة، هيدا اللغط اللي صار. يعني اليوم في فريق بيعتبر أو ببداية المراحل أنه بالآخر وليد جنبلاط ما بيزعل نبيه بري وبيمشي، لأنه تاريخيا هيك يعني، وبيمشي معه بخياراته، ويعني الفريقين في حذر دائما من وليد. ولا مرة بينقال أنه وليد جنبلاط بالجيبة. وليد جنبلاط لا يمكن أن يكون بجيبة حدا. بيقدر وليد جنبلاط يخلي الطرف الآخر الذي يحتاج له يقدر يعطيه بالقدر اللي بده يعطيه، إذا كان اللي عم بيعطيه يعبر أو يضمن أمن طائفته
وأمن لعبته السياسية ودوره وموقع طائفته بالمعادل. وليد جنبلاط أولا وأخيرا ما بيدور على مصلحته هو كشخص، هلأ ربما ما فيش حدا منزه عن المصلحة الشخصية، طائف. هي الطائفة، هو كل حصته بطائفته مش حصته برات طائفته، بينما الأطراف الآخرين كل واحد حصته برات طائفته، يعني بياخد حصته وبعدين لذلك تقتتل الطوائف. عند بالحزب الاشتراكي أو بالطائفة الدرزية ما بيحصل اختتال بين بعضهم، حتى ولو اختلفوا أكثر من طرف بالطائفة الدرزية، لأنه هذا خط ممنوع، مثل ما صار عند الثنائي الشيعي منذ منتصف التسعينات، أنه صار في نوع من التحريم للاقتتال الشيعي. عند الطائفة الدرزية بتاريخها هي المستهدفة وليست هي التي تستقتل تتقاتل أو تتقاتل فيما بينها. لذلك وليد ما بيحط حاله بمعرض المواجهة أنه يخلي طائفته تتفتت من جوا، أمنة وتماسكة هو البعد الأول والأساسي. لذلك هلأ بتقلي لي أنه الرئيس بري قادر يستقطبه إلى جانبه إلى حد ما، إيه بيقدر، ما بيقدر بس بسبب علاقته. كلام مبارح لحد هلأ بعد ما قدر استقطبه. لا ما كلهم عم بيلعبوا لعبة الأوراق على الطاولة وليس الأوراق السرية، الأوراق المعلنة على الطاولة. لما بيقول وليد جنبلاط أنه أنا ما بدي مرشح تحدي، مزبوط قد يعتبر سليمان فرجي مرشح تحدي، وإذا نزل جهاد أزعور والثنائي الشيعي قال هذا مرشح تحدي سيعتبر وليد جنبلاط مرشح تحدي، لكن سيذهب إلى جلسة الانتخاب. إيه بس بده يروح شو يعمل؟ بيروح يصوت لمين وليد جنبلاط؟ ما بيعود إلى معنى التصويت إذا كان أمن النصاب. الاعتراض هو في النصاب وليس في التصويت. هلأ لأنه أنا بعتقد أنه وليد جنبلاط عنده 8 أصوات، مش هي الأصوات 8 الحاسمة لدى حزب الله إذا كان قادر يستقطب جبران باسيل إلى الجلسة. عرفت كيف؟ ما بيتعود أصوات وليد. شو بيعمل بهيدا الحالة بيضة الإبان؟ وليد جنبلاط ما بيقسم، بيقسم كتلته؟ ما بتاريخه وليد جنبلاط نزلوا ورقة بيضة، مش موجودة بتاريخ بيته عندما سئل فقط. لا خليني أعطيك مثال، تفضل. لم ينتخب إميل لحود، قاطع جلسة انتخاب إميل لحود، إيه مزبوط بس ما نزل ورقة بيضة، بس ما حضر الجلسة مطلقا، يعني ما بيلعب هاللعبة الورقة البيضة. بس امبارح هو قال اعلنا، كلنا عم بزت وراء، كلهم عم بزت وراء. هلا وراء التفاوض، يعني وقت بيجي بيقول لك بينكع حزب الله بطريقة ما، حكي حكي بالمرفق امبارح بينكع السوريين اكثر وبينكع السوريين. طيب ما هيدي وراء هلا للتفاوض في كل اتجاه. عرفت كيف؟ ما فينا نقول، ما فينا نبني على كل ما يقال. اجى قال انه انا مرشحي شبر الملاط، طب ما هو عارف وليد جنبلاط انه ما بيقطع شبر الملاط بمعادله هالقد شائكه وهالقد صعبه، ولا يمكن المجيء الا بمن هو مجرب عند الكل، مش عم بحكي بس عند حزب بس الله. بيعرف كمان هو رجع اعاد طرح شبر الملاط ورجع قال انه انا طرحت بالسابق اسماء وما رح ارجع اطرح اسماء جديده بهيدا الاطار، بس عطى مواصفات، رجع عاد المواصفات وطالب شدد على التسوية وحكي عن رئيس من خارج المنظومة. طب ما هيدا خيالي كلام، يعني إذا عم نقول عن شبل الملاط خيالي كمان أو ما في إمكانية يعني وفي عملية هو عارف إنه هي كمان من خارج المنظومة، شو يعني من خارج المنظومة؟ ليش في حدا خارج المنظومة يعني عملية؟ أساساً وليد جنبلاط ليس خارج المنظومة مثلا. من هون بس أنا عم أقول لما سمى تريسي شمعون وسمى مي الريحاني وسمى شبل الملاط، طيب برجع بقول لك ما هو بيعرف انه ما في امكانيه، ما هو بيعرف انه لا يمكن ان ياتي رئيس ان لم يكن مجربا. يعني شو مجرب؟ يعني بده يوافق عليه حزب يعني الله او ينزل. شو كان عم يعمل وليد جنبلاط امبارح؟ شو حاول يعمل؟ شو حاول يقول؟ شو كان عم بيقول؟ حاول يقول للكل انا مني محسوب على اي طرف، انا معني بالانتخابات الرئاسيه ولا يمكن الا ان اكون جزء من هذه الانتخابات الرئاسيه، وسانزل الى هذه الجلسه، اتركي لي ورقه البيضاء على جنب، سانزل الى هذه الجلسه. اذا بدنا نترك الورقه البيضاء على جنب يعني وليد جنبلاط رح يقسم كتلته 4-4؟ قد يكون هذا احد الاحتمالات سمر، قد يكون هذا، يعني هون يكرر تجربه ما فعله والده سنه 70، 4 أصوات الحزبيين عطيوا سليمان فرنجية وجبهة النضال الوطني آنذاك عطيت ياسر كيس. فبالتالي شو عمل كمال جنبلاط؟ كان وفيا لفؤاد الشهاب، أعطاه نص الكتلة وكان مؤيدا للموجة الثانية. هيدا الشيء رح يعمله وليد فرنجية؟ هيدا الشيء رح يعمله جنبلاط هلأ؟ أنا ما بعرف شو بيعمل، أنا بس أنا عم تسأليني شو موقعه هلأ.
وليد جملاط يملك خياراته، يملك خياراته، يعني بيقدر الثمانية يقسمهم أربعة بأربعة، بيقدر الثمانية يخدهم على هالمحل وبيأخذ الثمانية على محل. أهمية وليد جملاط أنه حيث ما يريد أن يذهب تلحق به طائفته، ما بتحاسبه. جبران باسيل إذا اليوم قال أنا بدي صوت لسليمان فرنجية بيلحقوا بالبيض وبالبطاطا وبالبندورة قاعدته، لأنه درب القاعدة وعمل عليها، عبأ إذا بدك أصح، عبأ هذه القاعدة في الأشهر الماضية طوال إنه هو ضد سليمان فرنجية. وخلال ست سنوات، وخلال ست سنوات من عهد الرئيس ميشيل عون كان سليمان فرنجية على طرف نقيض، كان الخلاف عميق جدا، عرفت كيف؟ ومع ذلك عبأ القاعدة ضد سليمان فرنجية. تيجي يقول لهم اليوم إنه أنا بمشي بسليمان فرنجية، ما بيقدر يجيب قاعدته، مش عم بحكي طائفته، عم يعني بحكي ساعتها لا انتخاب ولا نصاب، ساعتها ما في مشكلة. كمان بالنسبة لسمير جعجع، ما بيقدر سمير جعجع بيقدر ياخذ القوات اللبنانية مطرح ما بده ويردها مطرح ما بده، بس ما بيقدر ياخذ الطائفة المسيحية مطرح ما بده، لأنه الطائفة المسيحية بسبب تنوع القوى والأحجام بالآخر ما حدا عم بيقدر ياخذها. الوحيد اللي نجح في أن يأخذ الطائفة المسيحية من مكان إلى مكان، طبعا بعد الطائفة، هو البطرك صفير فقط، صح. ولا أحد سواه. الوحيد اللي كان يعتبر قائد الطائفة وليس فقط بطريركها، كان قائد الطائفة. لذلك البطرك سفير كان يأخذ المسيحي كلهم حطهم بجبته، يعني لما يحكي بمقاطعة الانتخابات كانوا العونيين والقوات والكتائب، والكتائب كل القوى والمستقلين، وكان في ناس كمان يمشوا مع البطرك، شخصيات مستقلة وازنة، نواب سابقين وكذا، كلهم لحقوه. لما البطرك كان قائد طائفته، بس حاليا وبعد البطرك سفير، بعد دور البطريرك سفير، او في يعني البطرك الراعي عم بحاول يكون قائد طائفته، ما عم بيقدر، لانه هالقد حجم الانقسام والشرخ الموجود. ثم العناوين اللي طرحها البطرك سفير تختلف، يعني مش بس هالقد حجم، ما كمان اليوم في في قياده، في شخص، لا مش مش, الـ مش مش فقط الـ لا طبعا مهم القياده، بس حتى لا ننتقص من شخصيه البطريرك الراعي، اكيد لا اكيد إيه. انا اللي عم اقول العناوين كانت اختلفت. البطرك الصفير عندما قاد المسيحيين وراءه كان عم بيعمل معركه ضد الجيش السوري، وكان عم بيعرض معركة عن الالتواء المطبق، صحيح، المطبق لاتفاق الطائف، وما قلناه قد قلناه، ايه كان عم بيعمل معركتين. لا يمكن أن يكون هناك طرف مسيحي من الأحزاب اليمينية إذا بدك بين مزدوجين الطرف الآخر إلا يكونوا مع البترك وراء على العمياني بشكل أعمى. ما كان عم بيفوت بمعركة صغيرة بين بعضهم، يعني معركة مين بيجيب رئيس ومين ما بيجي رئيس، مثل ما هلأ المعركة اللي عم بيواجهها البطريرك الراعي. بس أنا اللي عم بقول إنه اليوم إذا سمير جعجع بده يقول لقاعدته أنا كنت ضد سليمان فرنجي وماشي معه، بيقدر ياخد حزب القوات اللبنانية معه، بس ما بيقدر ياخد طائفته معه. جبران باسيل يعني بيقدر يعمل، بتقلي إنه الوحيد أهون على الوحيد سمير جعجع ينزل يأمن النصاب من أنه سليمان فرنجي، حيال قاعدته بس لأنه عم نحكي عن وليد جملاط، عم بقلك أنه وليد يمكن كمان حزب الله بيقدر يعملها أو الثنائي الشيعي بيقدر ياخد طائفته، بس تاريخيا معروفة أكتر. حزب الله بآخر 40 سنة، بس في 250 سنة دروز بيعرفوها من خلال بيت المختارة. فوليد جملاط حيث يريد أن يذهب تلحق به الطائفة، ما بيستأذنها، هي ثقتها العمياء في هذا البيت، ببيت المختارة، بهذا التاريخ الطويل اللي فعلا بلش بلعب الدم، لعبة مش دم بينه، يعني دافع حق دم، هذه اللعبة وحدة الطائفة دافع حق دم. 1825 المير بشير جملاط، عم بحكي مش بشير شهاب، بref وليد جملاط طائفته بتلحقه، ما بيستأذنها، ما بيقول لها بدي أعمل هيك لحتى ياخد رأيها. يعني إذا بدك منه ديمقراطي مع طائفته، وطائفته منه متنوعة، لذلك هي تسلم له القيادة. عمياء اختلف مع السوري أخذها مع السوري، تصالح مع السوري أخذها لعند كمان المطرح اللي بياخدها، راح على المعارضة أخذها معه، هلأ اليوم قاعد في هذا بياخد طائفته معه. كمال جملاط إلى حد ما لعب هذا الدور، بس كمال جملاط ما كان ياخد طائفته على الحرب، كان ياخد المسلمين جميعا إلى الحرب بحرب السنتين. كمال جملاط شيء آخر تماما، يعني ما كان يحارب بطائفته أبدا، وما كان ينحني. وليد جملاط مش بمعنى ينحني، بمعنى ينحني للعاصفة، بمعنى
ما عنده عناد بيه، بمعنى بيوقف وبيقاتل وبيدفع حياته ثمنها. لا، وليد جملاط يتكيف مع الواقع. لذلك بتقولي اليوم لو بده يكون وليد جملاط كمال جملاط آخر، وهو لم يكن كذلك مرة، بس ما كان قليل، منه قليل. بس وليد جملاط لو كان يريد أن يكون كمال جملاط آخر كان صدامه مع حزب الله بسبع أيار أكثر بكثير مما حصل. بس وكان صدامه مع السوري بعد ما قتل الرئيس الحريري أكثر دموية، أسوأ بكثير مما صار. لذلك هو ينحني ويرفع رأسه، ينحني للمواجهة، لأن وضع طائفته اليوم تختلف عما كانت قبل بعد رفيق الحريري. اليوم طائفته بلا ظهير إقليمي وبلا ظهير داخلي. كل عمر الطائفة الدرزية تحتاج إلى ظهير إقليمي قوي، جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، رفيق الحريري. بس ليش عم تقول بلا ظهير إقليمي؟ إيه؟ بالوقت يلي هو كتير محافظ على ليفل علاقته مع المملكة العربية السعودية. لا، العلاقة شيء، الظهير شيء، فيها العلاقة شيء والظهير شيء آخر. أوكي. يعني علاقة كمال جملاط بجمال عبد الناصر شيء تاني آخر. أوكي. علاقة كمال جملاط بياسر عرفات، مع أنه ياسر عرفات هو اللي ورطوا لكمال جملاط وأخذوا على الصدام مع سوريا شيء آخر. لا، في شيء يختلف تماما. الظهير بالمعنى الإقليمي كان الروس ظهيره لكمال جملاط. أنا عم يقطع الوقت. إيه؟ عندي ثلاث أسئلة. خلص بعد في ثلاث أسئلة سريعين لا يمل من الاستماع لحديثك الراقي والجميل أستاذ نقولة. امبارح وليد جملاط كأنه قطع الطريق مع سوريا كليا، حتى على تيمور كان جوابه واضح. إيه، قال جملة تقيلة، قال جملة تقيلة، وهو بيعرف أنه الجملة قابلة للعودة عنه. يعني سبق أنه لا يحتاج تيمور إلى أن يتعرف إلى بشار، إلى بشار الأسد. ليس بحاجة أنه يطلع على سوريا أو يتعرف على بشار. بس شو قال وليد جملاط بمحل آخر؟ أنه لا، 20 سنة أنا ما بكون موجود. عارف دي؟ بس نقوله لا، الله يعطيه العمر الطويل، معلش. نعم. لا لك شغلي. لا، وكرر امبارح كمان اتهام سوريا بتفجير المرفأ، ومرق نكعة لحزب الله كمان، بس ما يتعلق، وقال سماها زلة لسانية. بيرجع بيقول كمان بمحلات أخرى وليد جملاط أنه مع أنه منه منطقي ومنه واقعي باللي قاله، أنه هو يترك كل شيء لتيمور، تيمور هو المستقبل، كأنه وليد صار من الماضي. الواقع مش هيك. نحن بنعرف كلنا أنه القرار لا يزال عند وليد جملاط، وقد يكون مزعوج تيمور شوي، وكل مدة بيقول بده يرجع يفلع فرنسا يطفش من البلد، لسبب أنه تيمور هو فقط رئيس الكتلة النيابية وليس رئيس الحزب. عرفت كيف؟ رئيس الحزب شيء آخر، وليس هو القرار الأعلى. ايه؟ هو ايه؟ لرئيس الحزب. ايه؟ بالبيت بس عم بيعطي باسات كتير بالبيت درزي. بدنا نفهم شغلي، هذه الثنائية اللي موجودة وليد تيمور اليوم كانت موجودة نظيرة كمال جملاط وكمال جملاط. أوكي. يعني بعد مقتل فؤاد جملاط ست نظيرة تسلمت القيادة حتى عام 52-51 عندما توفيت. كمال جملاط استلم القيادة عند إذن، بس عندما كانت هي قائدة الطائفة كان كمال جملاط بعبيتها، وبالتالي مزبوط عمل نايب 43 وب 47 حتى الوصول. نفس الحالة مع أنا ذاك كانت الكلمة مزبوط، كان عم بيلعب دور وعم يتسع هامش كمال جملاط، بس كانت الكلمة لست نظيرة. يعني للأب، مفهوم الأب، صورة. نعم. الأب. نعم. مش الأب الفرويدي يعني. مفهوم الأب. فبالتالي اليوم بعد وليد هو الأب، هو أب الطائفة مش تيمور. تيمور هو زعيمها المقبل، طالما هو زعيمها المقبل ما أن لا يعود هناك وليد جملاط، أو أن يتنحى ويضبط بشنته وليد جملاط ويسافر يقول أنا رايح على بلد آخر في العالم، ما عاد إلى علاقة بلبنان. عندئذ يتحول إلى الرقم واحد تيمور في الطائفة. بالطائفة طالما في صورة الأب، يعني القائد التاريخي أو الزعيم التاريخي تبعهم، بده يضلوا السجون عجنب، قاعد عجنب، دوره محدود. تيمور لا يستطيع أن يتحول مثل ما قال وليد جملاط، طالما وليد جملاط موجود فوق راسه، أو بده يتنحى وليد جملاط وتيمور بده يستلم القيادة الفعلية. لذلك أنا عم بقول كل شيء بيقوله وليد قد تكون له معطيات مختلفة فيما بعد عن تيمور، وهين عليه أنه يدرجها وليد جملاط. طبيعي، لأنه الطائفة بتلحقهم. قائد الجيش اليوم في وجهات نظر وكلام صحافي وإعلامي وغربي يقول أن ملف قائد الجيش رجع نحط على طاولة باتريك دورال، على الطاولة الفرنسية، على الطاولة الأمريكية،
وعلى عدة طاولات أخرى داخلية وإقليمية. نقول نصيف، هل ترى أن هناك حظوظ لقائد الجيش أنه يعمل رئيس جمهورية؟ ما بعرف شو محطوط على أي طاولة، وما شفت ولا ملف على طاولة، كل الحكي اللي عم بينقال. بس أنا برأيي حجم المواجهة اللي قائمة الآن لا تضع قائد الجيش بيناته لسبب بسيط. أولا لا يمكن أن يأتي قائد جيش على البارد، نحن هلأ عم نعمل معركة بارد، مش عم نعمل معركة سخنة. سخنة يعني بمعنى أمن مضطرب، حتى ولو في جهاد أزقر وسليمان فرنجي قد ما احتدموا، ولو وصلوا لصوت واحد، بعدنا بمعركة سلمية، معركة هادئة. قائد الجيش لا يمكن أن يأتي رئيس إلا بمعركة إلا على السخن، على الحامي، وبالتالي بده يكون في مشاكل أمنية واضطرابات كي تزال كل الأسماء المتداولة، كلكم كلفنا خاطركم، ويتم تخطي موضوع تعديل الدستور. لا مش بالضرورة. أولا يجب أن تزال أو تستبعد كل الأسماء القائمة، لأنه وضع أمني يفترض قيادة عسكرية له، نفترض مع أنه مش هيك الحقيقة، عرفت كيف؟ ساعات عندئذ يمكن أن يطرح اسم قائد الجيش. طبعا نحن مش بهالوضع، نحن بوضع أنه عم بيقولوا رايحين ل 15 حزيران لرئيس، وفيها اثنين الموجودين، أو إذا بصيروا ثلاثة أو بصيروا أربعة، بس رايحين لاثنين، مش أكثر من اثنين بجلسة الانتخاب. تعديل الدستور، الرئيس بري حسمه سلفا، وعندما يحسم الرئيس بري يكون يتكلم باسمه باسم حزب الله. وليد جملاط حسم كمان، وكمان ولا مرة وليد جم ولا مرة منهم بتقاليدهم بيت الجنبلاط انه ينتخبوا قائد للجيش. نعم. كما الجنبلاط ما انتخب فؤاد شهاب، لانه صعب، كان صائد بالانتخابات. وليد ما انتخب إميل لحود. وليد ما انتخب إميل لحود. ميشيل سليمان كان في ظرف، كان حاله اخرى، الدوحه والدوحه، وكنا بده كان في نوع من تسويه وطنيه اضطر ان يجاريها. بالعكس، لا حاله مرتاح حده، بس ما كان إميل لحود، ما كان ميشيل سليمان قائد الجيش، كان عم يتصرف مع رجل مدني يتصرف بشكل آخر، وعاهد ميشيل سليمان له تقييم آخر. أنا بعتقد أنه قائد الجيش أولا وضعت سلفا أمامه العقبة. شو المقصود لما بيقول الرئيس البري أنه ما في تعديل دستوري؟ عم بيقول أيضا، أنا سمعها منه، أنه ما في عودة إلى المادة 74 اللي حصلت مع ميشيل سليمان. نعم. يعني أن ينتخب قائد الجيش من دون تعديل دستوري. لما بيقول له عمل لها فتواها الأستاذ بهيش طبارة أنا زي كان في إلى أسباب كنا مستعجلين، مع أنه عملت هي انتبه لعملت الفتوى بال 2007. نحن انتخبنا ميشيل سليمان ب 25 ايار 2008، كانت معموله مطبوبه بالجرور للتحوط، ما كان في فكره لسبع ايار. أوكي. انا ذاك، بس انا اللي عم بقول، لما عندما يقول الرئيس بري انه ليس هناك تعديل للدستور، معناته يقول انه يجب، اذا كان يجب ان ياتي قائد الجيش، يجب ان يخضع الى تعديل الدستور كما تريده المادة 49. صحيح. وهذا اللي كرره وليد. فبالتالي ما في بقى نرجع للمادة 74، بدنا نروح للمادة 49. طبعا لا حزب الله موافق ولا الرئيس بري موافق في هذا الأمر، وليد جنبلاط أضاف إلى هذا الأمر. أنا بعتقد قائد الجيش يمكن ما بعرف إذا القائد هو كان يريد هالشيء، لأنه بظن ولا مرة كان طرحه جدي إلى هذا المقدار. مش معناته ما في ناس عم بيطالبوا فيه، لا، بيضلوا حدا، يعني كل قائد للجيش يطرح اسمه. بس المشكلة كمان يجب أن يفهم أنه قائد الجيش عندما يصبح رئيس الجمهورية يصبح رئيس للجمهورية، ويأتي قائد آخر للجيش، هيدا القائد الآخر للجيش بصير بده يعمل رئيس الجمهورية بعد 6 سنين، فبلش دقه وعصري هو رئيس الجمهورية. فمش بالضرورة قائد الجيش، انتبهوا، يعني حالة فؤاد شهاب تختلف تماما عن كل الحالات التي تلتها. بعند فؤاد شهاب ظل التطابق بين الرئيس والقيادة، بعدين لا، ما عاد في تطابق، لأنه لما إجا إميل لحوت قائد رئيس الجمهورية، ما هو جاب ميشيل سليمان، غازي كنعان جاب ميشيل سليمان، عرفت كيف، رئيس قائد للجيش. وبالتالي أيضا اليوم إذا بده يجي جوزيف عون رئيس للجمهورية، سيكون هناك قائد آخر للجيش، سينتخب في مجلس الوزراء، وسيكون أسير المعادلة والتوازنات القائمة، ما رح يعودوا أنه هو زلمة رئيس الجمهورية. نعم. بدي بلش يفكر بالرئاسة، بدي أختم لأنه خلص وقتنا وزيادة. بكفي لا، بس بدي منك هيك مرور سريع على موضوع على القمة العربية. عيدة بعدين من بعد ما تخلص نعمل لها حلقتها لحال وحساباتها لحال، ولكن الجميع يرى في هذه القمة اليوم أنها قمة مهمة جدا وتاريخية، في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وفيها
قرار سعودي بتصفير المشاكل مع الجميع، وفي محاولة لإعادة لم الشمال العربي. بجملتين فقط، هذه القمة أهميتها الوحيدة هو عاملان: عودة سوريا إلى العالم العربي، إلى الجامعة العربية، والأصح أنه العرب هم الذين ذهبوا إلى سوريا. عودة العرب إلى سوريا، هي كانت سوريا تفضل أن تنشأ قبل أن تعود إلى الجامعة العربية، أن تعيد بناء العلاقات الثنائية مع كل دولة على حدة، تتفاهم مع كل وحدة هي وياها بعلاقاتها الثنائية. آخر هم عند الجامعة العربية، الجامعة العربية لا تعطي سوريا شيء، اللي بيعطيها هي العلاقات الثنائية. بس طالما العرب أرادوا أن يعودوا أو أن تعود سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، هذا الأمر. لكن الأمر الآخر الذي يمثل أهمية هذا العامل هو هذه القمة تكرس زعامة السعودية في العالم العربي. نعم. يعني مصر ما حدا شايفها، ما حدا حاسس فيها، قاعدة على الهامش ملتية بمشاكلها. أي دولة، العراق بمحل آخر، وسوريا بمحل آخر. يعني الدول التي عادة في الغالب تتسابق على تزعم العالم العربي هي محصورة كانت تكون بمصر وشوي العراق وسوريا. السعودية إلى حد ما بمرحلة الملك فيصل فقط. نعم. عرفت كيف؟ لما انكفأ دور مصر ظهرت، الملك فهد أخذ شوي هالدور لما طردت مصر. إذا اليوم هي تكريس زعامة السعودية محمد بن سلمان تحديدا على العالم العربي. صح. وفي كمان خلينا نقول ترقب والأنظار متجهة إلى هل الرئيس الأسد سيعقد قمة ثنائية مع محمد بن سلمان، لأنه في كلام عم بيقول أنه سيزور، قد يزور قبل القمة. وهذا الحدث أهم بكثير من القمة نفسها. هذا أهم من القمة، لأنه هي المشكلة الحقيقية هي مش الدول العربية الأخرى، هي السعودية. صحيح. فلننتظر ونرى، وللبحث صلة بهذا الموضوع. بدي أشكر كثير تلبيتك الدعوة ومشاركتنا أستاذ نقولة نصيف هذه الحلقة. مشاهدينا دائما الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء.